خبر مؤسف صحي عليه العالم كله، وهو وفاة الفنان المطرب اللبناني جورج الراسي عن عمر يناهز 39 سنة، وده بسبب اصطدام عربيته في الحاجز الفاصل للطريق الدولي بين الحدود اللبنانية السورية، وأدى لوفاته على الفور. الواقعة حصلت أثناء عودة جورج للبنان بعد ما أحيا حفلة في دمشق. طيب مين هو جورج الراسي وإيه أبرز محطات حياته ومسيرته الفنية؟ أنا ماريا مجدي، وده اللي هنعرضه لكم في الفيديو اللي جاي. اسمه الحقيقي هو عثمان محمود الراسي، بس تم تسميته بجورج الراسي بسبب تشابه صوته مع صوت الفنان جورج وسوف، وهو من مواليد 1982، وتولد بقرية سلمون الأماش بلبنان وسط عائلة فنية. والده كان دايماً بيشجعه لأنه كان عازف عود. هو كمان أخو الفنانة اللبنانية المعروفة نادين الراسي، اللي لحد دلوقتي لسه معلقتش على خبر الوفاة من الصدمة. وهو عنده 16 سنة مضى جورج الراسي مع نادي أوبسيون علشان يحيي فيه حفلاته الفنية، وبدايته الفنية كانت صعبة جداً. بدأت رحلته من البيت الأصفر على إيد الملحن الكبير محمد جمال عنبر، وحققت أغنيته لا تسألني كيف بغار نجاح كبير على المستوى العربي، وأنتجت له الشركة برضو أول ألبوم بتمويل من الشيخ أحمد بن نشأت آل عنان. ومن بعدها اشتهر جورج الراسي بين النوادي اللبنانية بين لافورتينا والأطلال وعدة أماكن سياحية تانية، وكمان شارك في الحفلات المنظمة في فنادق كتيرة. عدد كبير من أبرز المحطات الفنية في مشواره الفني، وده لما قابل وغنى بصحبة الفنانة الكبيرة اللبنانية صباح، وده كان في مهرجان ميروبا واللي أقيم في وشت. ووقتها قال الراسي إنه تعلم من الشحرورة صباح وسندته كتير ودعمته، وتعلم منها التواضع والأخلاق. ومن بعدها تعاقد مع شركة إيمي إيريبيا لفرعها التاني في لبنان لمتابعة مساره الفني. جورج الراسي اتجوز لأول مرة من واحدة خارج الوسط الفني وكانت بتشتغل مهندسة، ولكنهم انفصلوا، وده بعد فترة بسبب الخلافات. الجوازة التانية كانت في 2014، ووقتها اتجوز جورج عارضة الأزياء اللبنانية جوال حاتم واللي بتحمل الجنسية البرازيلية، ولكنهم انفصلوا برضو في 2015 وكان خلف منها ولد اسمه جوي. وبعد زيادة الخلافات بينهم اضطرت أسرة جوال لمقاضاة جورج الراسي، وده بسبب حضانة ابنهم جو. وقالت جوال إنها جالها اكتئاب فترة وكانت بتاخد مهدئات، واستغل جورج النقطة دي ضدها علشان يكسب حضانة الطفل، ولكنه أكد إنه مش ممكن أبداً يحرم أم من ابنها، ولكن أهل جوال هم اللي ساهموا في إن المشكلة تكبر لحد ما الموضوع هدي علشان مصلحة الولد. قدم الفنان جورج الراسي عدد من الأغاني، أبرزهم أغنية سهرة الليل وأغنية يديب وحكاية وجاي تعتذر وقلبي مات وكيف أوصفك والحب المجنون ولعيونك حبيبي وتمرق نتغندر. ومن ألبوماته الغنائية سهرة الليل إنتاج سنة 1996، وحكاية 1998، وصبت الهدف 2000، ولا يمكن 2001، وجاي تعتذر 2000، وكيف أوصفك 2003، وحمدلله على السلامة إنتاج سنة 2011. وكان في وقت من الأوقات طردته إشاعات إنه مدمن لمواد ممنوعة، ولكنه نفى الأخبار دي وقال إزاي شخص رياضي بيتمرن في الجيم 5 مرات في الأسبوع يكون مدمن، وطبعا ده مش حقيقي. وكمان قال في وقت سابق إنه تعرض لمحاولة لإنهاء حياته، وده لما كان راجع من البحر في مرة هو ومراته السابقة جوال حاتم. محطات بارزة في حياة جورج الراسي قبل وفاته، الخبر اللي زعل ملايين من المحبين ليه.